صباح الخير. صباح النور. امك قديش بتقعد بحلب؟ ما بتطول. شفتها حامل الشنطاية الكبيرة كأنه أخذت كل أغراضها. بجوز لحتى ما تترك الشنطاية بنص الأوضة لأنه المكان ضيق. منيح الشنطة لها دواليب ولا ما كانت قدرت عليها؟ إيه بلا. رح نحرم من أكلات الطيبين. ممكن تفهميني أي ساعة فايقة؟ نطلع الضوء. بعدين شو قصتك مع الشطف؟ حبه. كندا وإما فوق؟ كندا لحالها، أما سافرت لحلب. طيب. مين قال انه شغلتي بالدنيا وصل لك مراسيل؟ مراسيل شو؟ رساله شفهيه من وديع. لا دخيلك، ما بدي استلم منه شيء. بس اسمعي، قال بيقول لك انه لا تخافي منه، هو مستحيل يأذيكي. هو هيك قال لك؟ ايه. شو القصه كندا؟ ليش خايفه من وديع كل هالقد؟ نسيتي انك اول وحده نبهتيني منه؟ لا ما نسيت، بس انا مالي عرفانه ليش خلاكي تخافي كل هالقد منه، وبعدين يبعث لك تطمينات معي لحتى ما تخافي. عم يلاحقني. عم يلاحقك؟ صار أكثر من مرة عم يطلع بوشي فجأة، وآخر مرة كان واقف قدام بيت صافي، ولما شافني إني انتبهت له هرب. بيت الأستاذ صافي؟ إيه، لما كنت حاطة الأولاد وقاعدة، بس لحتى يعرف إني عم نام ببيت صافي، معناها عم يلاحقني خطوة بخطوة ولحظة بلحظة، وإلا كيف بده يعرف إني بهداك اليوم بدي نام ببيت صافي؟ مين بده يقول له؟ ما في غير مطر، هو يلي قال له. بس ليش؟ شو بك نعديم؟ شو عم تفكري؟ عم فكر بوديع، شو كان لابس، شو كان لون سيارته. سيارته؟ لأنه الرسالة إلك مالي كمان. إيه، قال بعت لك خبر إنه هو وضعه تحسن كتير وصار بيقدر يطلب إيدك. شو عم تحكي أنتي؟ شو اللي عم يصير؟ ما بعرف، أنا مثلك استغربت. إذا عم تحكوا أسرار لأرجع. لا حنان تخلي، تفضلي. أما مبارح؟ هلا قبل مبارح، خبريني صحيح قال أمي عم تطبخ لكم أكل طيب كتير؟ ما شو طيب؟ بياخد العقل. الظاهر عم تكتر لحمة. لا ما دخل، الشغلة هي شغلة نفس. على كل اليسار كمان ما لا سيري غير طبخ أمها لكندا. شو نادين؟ حضرت حنان ذهبت الملائكة؟ لا مو هيك، بس حأتأخر على المكتب دوبي اتدوش وألبس. إذا هيك معك حق. أنا أذنكم. مع السلامة. كنت رح أزلق ما، بس يعني أنت إذا مقتنعة فيه ليش عم تخبي؟ مقتنعة بمين؟ الأستاذ مطر. أنا ما بدي إياكي تحكي قدامها لأني عرفت إنك فهمتي الموضوع بهي الطريقة. لحظة لحظة، معناتها أنا لازم أفهم بغير طريقة. الاستاذ مطر اجى من حاله يحضر بروفة المسرحية، يعني نحن ما اجينا سوا. سمعني عم قول بدي روح على المسرح، الظاهر كان حابب يشوف له شي مسرحية فاجى يحضر. ايه، بس كمان واضح انه مهتم فيكي، مشان هيك تبع خطاكي. بجوز، بس اجت لصالحك، ليكو رح يدبر لك الفرصة اللي انا ما قدرت ادبر لك اياها. على الحالتين انت السبب بهالفرصة، لأنه لو ما كان مهتم فيكي ما كان اجى معك على المسرح، وما كان اعجب بتمثيلي، صح؟ يعني مصرة تلمحيلي. الحقيقة أنا ما كنت منتبهة، لو ما نادين نبهتني. نادين نبهتك؟ على شو؟ عليكي أنت والأستاذ مطر، ما هو هاد اللي كان رح يخليني أزلق، اعتبرت الموضوع طبيعي. هلا نادين عم تحكي علي وعلى الأستاذ مطر؟ أنا ما صدقتها لما قالت لي، لأنه أنا بعرف قديش بتحبين الأستاذ صافي، بس يعني بصراحة لما شفتك مع الأستاذ مطر بالمسرح شكيت. شكيتي فيني حنان؟ هلا بيقولوا الدنيا دولاب والقلب قلاب. مين بالله هدول بيقولوا هالحكي؟ الدنيا دولاب ما عارف مين قالها، بس القلب قلاب هلا طلعت معي، حبيت اعرف فكرتك. القلب قلاب حكمه. اسمعي يا صديقتي الحكيمه الفيلسوفه، اخ انا قلبي مريض مرض ما له دواء. ما كنتش اعرف ان الاستاذ صافي مرض مستعصي للدرجات دي. ربنا يسهل يا ستي امينه. مين وهي امينه؟ امينه رزق. عرفتيني؟
عم بشبه عليكي. أنا نرفت. نرفت. شو؟ لساتي ممنوعة من الدخول؟ تفضلي. تفضلي ارتاحي. كنت عرفانة انك ما رح تعرفيني، مشان هيك عرفتك عن حالي. شلون بدي اعرفك؟ كبرانة وسمنانة، ايش صاير لك؟ الحق بايدك، الباقي بحياتك. حياتك الباقية؟ والله ما عرفت انك ظهرتي. كنت عندها. كنتي عندها؟ وشلون عرفتي طريقة؟ وهي شلون تعرفت عليكي؟ ايش قالت لك؟ ما كتير يبقى بالك. يلي بدك اياها واشتغلتي عليه كل هالسنين صار. ايش قصدك؟ كندا ما اعترفت فيني. وانا ايش دخلني؟ منعتيها عني وكرهتيها فيني. وأثرتي على عمر كمان. أنت منعتي حالك، ما حدا جبرك. وأنا ما بأثر على حدا. عفاف، وين الرسائل؟ أين الرسائل؟ الرسائل اللي كنت بعتهم لبنتي كل أسبوع وأنت تخبيهم عنا. إيش كنتي ظني؟ بدي أقريها الرسائل وأعذبها بقرايتهم؟ وإذا سألت عنك إيش بدي أقلها؟ أمك تركة ورايحة؟ وتجوزت واحد تاني وعندها منه اولاد؟ ايش ما افتكره؟ بدك تكسبي الدنيا والاخره؟ هاي هنن الرسائل. والفساتين ايش عملتي فيهم؟ ايش بدي اعمل فيهم يعني؟ بدي البسهم؟ لبست اياهم، شوفي. كلهم كلهم؟ كلهم كلهم. بس ما قلت لها انه انت اللي جايبتيهم؟ مو مشكلة. المهم انها لبستهم. القياس كان مزبوط؟ كأنك قيستيهم بالميزورة. كانوا حلوين عليها مو هيك؟ كندا تقبر عظامي، إيش ما لبست بالبقلة. أنت درتي بالك عليها كثير يا عفاف. كندا بنتي. وأنت أمها. طلع العمر ما نادت الإمام. على طول تنادي العمام. دير بالك فايزة مشان ما يتأحوط لتهان. شكرا.
انتبهوا شباب. صافي يلا شباب ركض. تسوي له الديكور، توزع له الإضاءة، تنظمي له حياته، هذا هو الحل كله. كان لازم رد له الدين. أي دين؟ وقفته معي بمرض أبي، ونقله على المستشفى بالشام، والأهم من هذا كله، دفع تكاليف المستشفى، ودفع العملية سلفا من غير ما يقول اسمه. كندا أنت شو عملتي؟ شو عملتي؟ مو مطر اللي دفع تكاليف المستشفى، مو مطر؟ مو مطر؟ لكن مين؟ أنا. أنت؟ ليش ما قلت لي؟ وليش ما قلت لي؟ مو انا اللي بعمل هيك، انت بتعرفيني كندا. ما بدي اياكي رهيني لاي شيء انا بعمله. بدي اياكي حرة نفسك. بتحبيني لانك بتحبيني، مو لاي سبب ثاني. بس انت هيك خليتني اكون رهينة لحدا ثاني غيرك. كان لازم يخطر لك انه انا بدي اسال حالي مين اللي دفع الفاتورة. وانت بتعرف منيح اني ما بقبل يكون علي يد لاي انسان بالعالم. عارف، يمكن مشان هيك ما قلت لك. بس ما خطر لي انك تروح تفكري ببطر، شيء مؤسف. مؤسف انك تفكر بمطر ما تفكري فيني. وانا كمان ما خطر لي. بتعرف ليش ما خطر لي؟ لانك على طول بعيد عني وتاركني وهامني. انا بعتذر بس ما خطر لي. مع اني سبقتكم للمستشفى وشفت الدكتور طلع صاحبي ووصيته على ابوك ودفعت له سلف لحتى ما خلي لمطر حجي يتدخل بحياتنا. هذا اللي خلى مطر يختفي فجأة وما يجي على المستشفى. وضل فترة منيحة ما يطلع على ابي ويشق عليه. وقتها عمتي استغربت وانا كنت مرتاحة. الظاهر عرف انه في حدا سبق ودفع الفاتوره قام انسحب بدون مقدمات. وشو اللي رجعه؟ عمتي اللي رجعته. شو هالغلطه يا صافي؟ شو هالغلطه؟ مع هيك ما كان لازم تفوتي على بيت مطر. انا كان ممكن ما اعملها، بس لما شفت صورك مع صاحبك الجالوري جنيت، طقيت من شكري منك، واللي خلاني طق اكثر، سفرك لعند ابنك على فرنسا وانا قاعده عم استنى رجوعك بالثانيه. يعني كنتي عم تنتقمي مني؟ كان بدي اياك تجنني من غيري. غرقت. قبل ما اسمع تبريرك ايه؟ يعني هلا وانا غيران؟ مشان سافرتي على باريس، ما كان بس مشان شوفك. لا 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 صافي لا، انا مو هيك قصدي، بالعكس هذا ابنك وانت لازم تشوفه، بس انا كنت كثير مشتاقة لك، انا كنت كثير بحاجة لك. وأكثر مني، أنا كنت كثير مشتاقة لك كمان، مشان هيك جبت لك هدية خاصة ولا معنى، ولحتى أجيبها كان لازم سافر على باريس خصيصا أجيبها من باريس. هدية؟ حبيت يكون خادم الخطبة مو مثل أي خادم، لأنه الصبي اللي بدها تلبسه مو مثل أي صبي. صافي خطبني، بارك لنا. إن شاء الله ألف مبروك. بس طبعاً هي مناسبة ما بصير تمر بدون حفلة. بعدين مناسبة مناسبتين. خطبتك انت واخي صافي افتتاح مطعم الجديد ميموريز ذكريات. ما بدنا اياك تشغل حالك فينا اكثر من هيك يا مطر، ما هيك كندا؟ مثل ما بدك حبيبي. لا لا لا، انا فعلا مصر ولا بزعلها. بعدين اعتبروا هذا اخر طلب مني، ولا اعتبروا حفله الخطبه هديه مني. معقوله ما تعطوني هذا الشرف؟ لك شو ليش ما اقول للزيلة هلا هدوليك؟ وديع اترك كل شيء من ايدك ولاقي لي فورا بالبيت، خمس دقائق بكون هنيك، يلا. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. مبروك. يا الله الي زمان ما فرحت. وانا كمان. اخيرا كندا. وليس اخيرا، خبرتي امك؟ تقصدي عمتها؟ لا، امها. امك؟ ايه امي. طيب شلون؟ كيف؟ هي متزوجة بأستراليا وكانت أخبارها مقطوعة عنا. أنا آسف كندا، كنت مفكرة مشان هيك ما كنت أسألك عنها حتى ما مضايقك يعني.
مشكلة صافي، على حالتي مو فارقة معي. كيف مو فارقة معك؟ يعني تعودت على غيابها عادي. بفهم هالشيء وما استقبلتيها مني؟ أنا ما بعرف جامل. بس واضح إنه جاي من أستراليا خصوصي من شانك. كان المفروض إنه ما تروح على أستراليا خصوصي من شاني. وينها هلأ؟ بحلب. بدنا نروح أنا وياكي لعندها. سداس صافي خطب كندا، لبس الخاتم وكلها كم يوم بتصير له ملكه، وانت يا مسكين رح تطلع برا ومدين إلي بأموال ما بتقدر تردها، وأنا بصراحة رح حاسبك وحسابي رح يكون عسير. وإذا قتلته؟ إذا قتلته حسابي رح يكون عسير إذا انكشف أمري. ومين قال رح توقف بنص الشارع وتسحب المسدس وتصوب عليه؟ الأمر رح يتنفذ ضمن خطة مدروسة وبشكل دقيق، تنادم فيه كل الأدلة. بيبقى انك تنتظر مني الإشارة لحتى تتحرك. بالإضافة أنا رح أأمن لك حجة وجودك بمكان آخر أثناء وقوع الجريمة. أكيد أستاذ مطر. وقتها يا وديع رح تتغير حياتك. رح تصير رجل تاني. رح تتحرر من سيطرة الحب. لأنه الحب طاغي. لا تخليه يسيطر عليك ويدعس على رقبتك يا وديع. طلقة واحدة من هذا المسدس بتصير كندا إلك. ومين بيعرف؟ يمكن ما يعد لها قيمة بعد ما تمتلكها. لأنه قيمة الأشياء مو بامتلاكها. قيمة الأشياء بأنك تقدر تستولي عليها. بعدين إذا بدك تكبها. إن شاء الله ما أكون نسيت شيء. ميرسي بوكو حبيبي. يسلم وديك، كل شيء طلبته منك جبت لي إياه. بس طمني على سفرتك، إن شاء الله كانت مريحة. مريحة كتير، طارت الطيارة من هون وأنا نمت من هون وما صحيت إلا على صوت المضيفة عم يعني تقلي الحمد لله على السلامة أستاذ. بتعرفي صلي ثلاث أيام مالي نايم فيهم يمكن شي ثلاث ساعات. يبعث لي الهنا إن شاء الله. وليش تارك حالك هيك هشام؟ إيه مو حضرتك بدك ياني عجل بالإجازة؟ إيه ما بقدر أترك شغلي وأمشي بدون ما خلصه. يا سيدي الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. شو وين رامز؟ على بنا إجا من بيروت؟ بلا، بس يمكن عم يتدرب مع رفقاته بالفرقة. مشتاق له لهالولد، يمكن صار لي أكثر من سنة ما شفته، كيف دراسته بالجامعة؟ إذا قلت لك ما بعرف، بتصدقني؟ أوف ليش؟ رامز متغير كثير، ما بعرف شو صاير له، ما عم باخذ منه لا حق ولا باطل. ليكون مقصرة معه بالمصروف؟ بالعكس، هذا غير أقساط الجامعة ببيروت وإجرة البيت، يلي عم بيلحقوا مني أكبر من معاش وزير، وكل شيء عم تبعت له إياه عم بيصله. شو لك؟ ما بعرف شو بدي أقول لك. رامز صاير ما عم يعجبه حدا، تصور حتى انا امه. على طول يا برات البيت يا قافل على حاله الباب. هلا بس اجي رح اساله. بجوز انت يا هشام تتفاهم معه اكثر مني. ورجاء غير قصه الخطيب، شو اخبارها؟ باي سنه صارت؟ السنه بتتخرج. معقول؟ وانا مفكرها لسه بالسنه الثانيه. عم نكبر يا جهينة، الاولاد كبرونا. استنى بس تصير جد، شو بدك تحكي وقتها؟ مزبوط. يعني إذا تزوجت رجاء السنة معناها السنة الجاية بيجي وبلاقي على إيدها ولد. طول بالك، مو بدك تتعرف على الشاب الأول وتشوفه مناسب ولا لا؟ رجاء ما بنخاف عليها قدعة. إمتى بدك تعرفنا عليه؟ بكرة. لك يا أمي رد علي حبيبي، لك أمي والله اشتقت لك، ليش ما عم تجي لعندي؟ أنا أمك لك ابني. سكري الباب وتركيني لحالي ابني. وديع ليش هيك عم ترجف لك ابني؟ شبك؟ ابنك دكتور؟ لا 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 أمي ما فيني شيء، ما بدي أشوف حدا، روحي. لك ابني إذا عتست شيء ليكني أنا هون جنبك. إيه؟ طيب يلا روحي أمي روحي. إيه طيب ريح. سكري الباب وراكي. هاي سكرته. يا رب.
بعد ما تحسن وقف على رجليه. لك شو أعمل يا ربي؟ شو أعمل؟ شو أعمل؟ أخ يا أمي داري أخ. والله ما حدا كسر داري يا أمي غير همك وهم أخواتك وهم أبوك. أخ يا ودي يا أخ. خالي ام وديع؟ خالي ام وديع؟ خالي ام وديع؟ ليك نيران يا انا هون جيتي بوقتك. خير خالي شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ اخ يا رانيا اخ ما عم لحق ارتاح. وديع رجعت له الحاله. الحاله؟ اي حاله؟ ما بعرف ما بعرف. بعد ما تحسن واشتغل وصار معه مصاري قلت بكره بركن وبجوزه. ما بعرف شو اللي قلبه هديك القلبه. قاعد بالغرفه عم يرجو في تكتك كانه خايف من شيء. يرضى عليكي يا رانيا يرضى عليكي. فوتي لعنده انت بركي بتفهمي عليه شيء. خايفه ضايقه؟ بجوز لك يفضفض لك لانه بيعزك وبيحكي عنك بالمنيح. ما حدا يفتح الباب. امي امي بعدي اخواتي على الباب. انا رانيا وديع. ممكن ادخل؟ شو بدك رانيا؟ بدي اطمن عليك. ما فيني شيء انا ما فيني شيء. شوف شوف فتح عينك ما فيني شيء. تعبان وديع تعبان. أصعب شي بتعبك إنك ما عم تلاقي حدا تفضفض له وترتاح له. هتبرني مثل أختك. حكيلي صدقني أي شي رح تقلي يا ما رح يطلع برات هالغرفة. أنا ماني تعبان ماني تعبان. طيب على راحتك. بس بأي لحظة بتحس إنك بحاجة لصديق حقيقي رح كون موجودة. شو بدي أحكي لك؟ قل لك اني رح ارتكب جريمة قتل؟ اني رح صير مجرم بعد كم يوم؟ اني رح اقتل صافي ودمر كندا؟ بتعرف صافي انا كثير ندمانه لانه ما اخذت منك مفاتيح المرسم قبل ما تسافر. يا ريتك طلبتيهم. كنت على القليله هون حسيت بالامان. لما بشتاق لك بعانق شي لوحه ولما بتجاكر منك بشخبر لك عليها. بتعمليها؟ ها استاذ صافي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيفك رانيا؟ الحمد لله منيحه. باهلين صافي خطبني. عن جد ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. رح اروح فرح البنات. صبايا كندا خطبت. الاستاذ صافي لبسها الخاتم. عن جد؟ انت شو عرفت؟ هلا شفتها بالحاره وخبرتني وفرجتني الخاتم. رانيا ليش عم تبكي؟ يعني اكيد من الفرحه. عقبال عند الجميع ان شاء الله. اي وشو هالخطبه ما فيها حفله وطبل وزمر؟ هلا بس تجي كندا بنسالها. ما بدك تغدي؟ ماني جوعانه. مو هيك دموع الفرح يا رانيا. انتي عم تبكي على شي تاني. ببكي على وديع. على وديع؟ ليش؟ كنت اذا تجوزت الاستاذ صافي وديع رح ينهار. وانا اللي كنت مفكرة انك رح تفرحي لانه كندا راحت من طريقك. هي فرحت اذا كان وديع زعلان.
هي أول مرة بحياتي بسمع هيك سمعة. أنتِ ما بتعرفي وديع رجاء. بجوز يروح فيها لو تشوفي كيف صايرة حالته. بتقطع القلب. أكيد ما رح يتحمل الصدمة أكيد. كندا شو ذنبها؟ ما لازم. بس ما بعرف ليش حسيت حالي زعلانة منها كثير. إلا كان شو كنتي عملتي لو كندا انخطبت لوديع ما انخطبت للأستاذ صافي؟ وديع بتحمل المسدس بتروح على مرسم صافي وبتطلق عليه النار. حاضر. شو كنت عم قول؟ كنت عم بتقول كلام هيك ما كتير مفهوم. هلا قامت ان شاء الله يا علي على جبين كلك مي لك امي اوعي كل الديانه. هلا هلا بغيرهم هلا هلا بغيرهم. يا حبيبي يا روحي يا امي روح على الدكتور الله يخليك. رح اروح اروح خلص روحي امي روحي 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 اتركيني روحي. بروح 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 تقبلني ان شاء الله. كلمتي نزل بدون ما يغير اوعي يا ربي دخيلك. مبروك. شو عرفوا انه خطبنا؟ ما بعرف. خايفة كثير منه صافي. ما تخافي، طول ما انا معك ما تخافي. مو خايفة على حالي، خايفة عليك أكثر. يمكن هي رجاء. كنت حابب يكون رامز هون. نام برات البيت بدون ما يقول لي. قال أمك عندك تخرج السنة؟ إن شاء الله. والأخ عبدو زميلك بالكلية؟ أنا ما صار لي نصيب كمل دراسي. الوالد الله يرحمه ترك لنا دكانة صغيرة والحمد لله مستورة. إن شاء الله أنا بعد ما أتخرج بدي أشتغل معلمة. يعني وبنتساعد أنا وعبدو وبنعيش على قدنا. إيه؟ على بركة الله. رامز اهلين بابا. اهلين
أنا آسف بابا ما قدر أجيبك من المطار. مو مشكلة حبيبي، مو مشكلة. تعال سلم على أختك رجاء وخطيبها. هاي. سهلا. فاجأت بأهلي ما هيك؟ ما إلي فيهم، أنا اللي بهمني هو أنت وبس. وأنا كمان ما بهمني إلا رضاك. على القليلة يكون معه شهادة، شو بدي أقول قدام العالم؟ بنتي تجوزت واحد عنده محل صغير. يا ريته كان تاجر، بالمقلة كان له صفة. كنت بقول بنتي تجوزت تاجر، رجل أعمال. البنت مالها صغيرة يا جهينة، تصطفل طالما هي مقتنعة. على القليلة كنت تنصحها قبل ما توافق دغري وبدون شروط. إيه على المهر ما اتفقتوا؟ ما بدنا نعرف قديش بده يدفع لها متقدم ومتأخر. بنتك مو من هالنوع وأنا ما راح أضغط عليها. بعدين طول عمرك تاركتيها تتصرف مثل ما بدها، هلا عند الشكليات صرتي بدك تدققي. ورامز إيمت بدك تحكي معه؟ عبلة، هاي واحد من منتجات مطر، معناتها بدي يعلن عن امبراطوريته. فخر الصناعات MTR. هي اعلان ثاني. ليش كلهم بيوم واحد؟ لحتى يعلموا بالذهن ما ينساهم الواحد. ومن جهه ثانيه هي ابسط طريقه لفرض سيطرته على السوق. كانه بالسوق ما في منتجات غير الـ MTR. وهي اعلان تالت. فخر الصناعات MTR. ان كان يقول انه مطر ابو ربيع يتحول لصناعي بهذا المستوى. الو الو مطر، شفت الاعلانات كريم؟ يا سيدي شفتهم حلوين كتير، مبروك ان شاء الله لاحسن. وبهالمناسبة أنا حابب استغل الفرصة وأعمل حفلة افتتاح ضخمة لمطعم ميموريز، شو رأيك؟ فكرة، ليش لا؟ ليك كريم، وأنا حابب تقنع لي صافي إنه يعمل حفلة خطبته بنفس المكان بنفس الليلة، بتصير مناسبة مناسبتين، شو رأيك؟ والله بسأله. لك شو تسأله؟ ما بديك تسأله يا كريم، بدي إياك تقنعه. لك يا أخي يا سيدي، لو تعرف المعرض اللي عمله بألمانيا شو عامل ضجة. أنا كإنسان عربي حاسس حالي مدين لهالفنان العربي اللي رفع رأسنا. لو تعرف الصحافة الألمانية شو كاتبة. بقى الله يرضى عليك، اقنع لي يا أخي نحتفل فيه. ماشي، على كل حال أنا بحاول أنه أقنعه. ليك كريم، عبلة شافت الإعلانات؟ عبلة طبعاً طبعاً شافتهم. طيب سلم لي عليها كتير. شكراً كتير، شكراً. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. سلم عليكي، وطلب مني طلب غريب شوي. شو هو؟ قال في عنده رغبة انه يعمل حفلة خطوبته لصافي عنده بالمطعم الجديد. ليش برأيك؟ يمكن لأنه كان في محاولات منه ليبعد صافي عن كندا وما زبطت معه. مشان هيك بده يبالغ بالاحتفال بخطبته لحتى يحفظ ماء وجهه. هذا بالإضافة للفشورة والمنفخة اللي بيتمتعوا فيها محدثين نعمة. كلام منطقي، والله ما جاب بالي. بس لو أعرف منين جاب كل هالمصاري أو كيف عادة الواحد بيكون هيك ثروة، ما بظنها شغلة سهلة. ما هيك؟ أكيد مسهل. المهم هلأ صافي يرضى بعرض مطر. أنا رح أقنعه، بالعكس لازم يرضى وهو فرحان كمان. حتى السيد مطر ما فكر إنه أثر عليه ولو بلد. قلتك يا شباب، أنا سعيد جداً بأدائكم. يسلموا هالإيدين. أنتوا بيضتوا لي وشي، والإعلانات طلعت بشكل لائق جداً. هاي المرحلة الأولى بس أستاذ، لسه في المرحلة الثانية. إن شاء الله راح يكون لكل منتج 3 إعلانات مصورة، وكل إعلان موضوع مختلف عن الآخر. تفضلوا اشربوا العصير، أنا ما بشك بمواهبكم وقدراتكم. هذا كله بفضل دعمك أستاذ وبالإمكانيات اللي قدمت لنا إياها. ما سمعت رأيك يا زان. الحقيقة الفضل بيرجع لفريق العمل كله، الشباب سهروا وتعبوا مشان هيك طلعت النتائج مقبولة.
بس مقبولة؟ إذا من المرحلة الأولى بده يطير عقلنا بشغلنا، ما بيصفى شيء نعمله لقدام. لازم دائما نجتهد ونفكر بالأحسن والأفضل، وإلا ما بنتطور أبدا. إذا هيك معك حق. هالجمعة كان بينقصها كيندا، خاصة إنه هي اللي صممت الشعار. على فكرة لفت انتباه كثير. على فكرة كندا بتسلم عليكم كثير، بس رجع امبارح خطيبة من السفر، خطيبة للأستاذ صافي، ومشغولة شوي بالتحضير لحفلة الخطبة. معها حق، بدها تستغل وجود والدتها هون بالشام. خطبت بدون ما تقلي؟ الموضوع حصل فجأة، مجرد تلبيس خواتم. أما بالنسبة للحفلة فأكيد كلياتكم رح تكونوا معزومين عليها. أنا بستأذن أستاذ. تفضل يا زلمه، وانتم كمان شباب فيكم تكملوا شغلكم. مبروك استاذ. الله يبارك فيك. الف 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 مبروك ماهر. انت خليك. بالنسبه للموضوع اللي اتفقنا عليه فيك بكره تنفذه. انا دائما جاهز استاذ. لذلك خليك بالبيت وانتظر مني تليفون. ما راح اتحرك من البيت. بالمناسبه في لك مكافاه عند المحاسب مبدئيا. شكرا. تأخر الأستاذ مروان ما هيك؟ بس ما يكون ارتبط له بشي مسلسل. كان قال إن شاء الله ما يكون صار معه شي. الأستاذ مروان على التليفون. أنا رح رد. بدي شي. طيب طيب ليش عم تصرخي؟ ليش عم تصرخي؟ سمعانك. ايه انا متعودة بس احكي مع اهلي ارفع صوتي شوي مشان يسمعوني. حنان حنان انا مريض. سلامتك استاذ. لك بقول لك انا مريض بتقومي بتضحكي ليش؟ لا مو قصدي. لكان شو؟ هي طلعت معك وتضحك شوي. ها ولا بكره اذا تجوزنا ان شاء الله بدك تضحكي على الطالعه والفايته. بكره اذا شو؟ عم قول اذا انضرب على قلبي وتجوزتك. يعني انت مانك جاي على البروفا. لك حنان ما سمعتيني؟ ما سمعتيني؟ بلا بلا خلص رح اقول للصبايا انه ينصرفوا لانه انت مريض. لك حنان؟ لك انت هبلة شي؟ ليش؟ لك بدي اعرف شو رايك؟ حاسس بشي استاذ؟ بردية. دقتني بردية. في حدا عم يعتني فيك؟ لا قاعد لحالي لحالي. طيب ممكن تدلني وين ساكن؟ برافو نادين. اليوم المساء قبل ما تطلعي من المكتب بعد ما تتأكدي انه ما عاد في حدا تدخلي على الكمبيوتر كريم تفتحي الميل بوكس وتتركيه مفتوح. بقدر اعرف ليش؟ بعدين بتعرفي. مالك بالعادة تخبي علي؟ انت مالك بالعادة تسألي؟ لأنه الأمور كل مالها عم تصير على أخطر. بصراحة أنا بلشت خاف على حالي، خاصة إنه ما عاد لي حدا يحميني. جان للتلميحات؟ أستاذ مطر، السيديات صاروا عندك، شو عاد بدك بكمبيوتر الأستاذ كريم؟ طالما كل شيء عندك. كمان نرجع للأسئلة. نادين، نفس الشيء اللي عمل لك عليه وبس. بتعرف إذا الأستاذ كريم اكتشف إنه في حدا دخل على كمبيوتره شو بصير؟ أنا اللي رح ينخرب بيتي. أنت ليش ما بتحس فيه؟ ليش ما بدك ياني يحس إنك حبيس عليه؟ بعدين على أي أساس بدك ياني يساعدك وأنا بعرف منيح إنك ممكن تتخلى عني بأي لحظة؟ حمايك مني. أنا فعلاً نسيت عليك كثير. نسيت عليك وأنت ما بتستاهلي. لكن يعني أنا هلأ ما في مملك كل شيء، لكن بكرة بالمستقبل رح تعرفي كل شيء. تأكدي تماما إذا اليوم المساء بتتركي لي الميل بوكس تبع كريم مفتوح رح تخلصيني من مشكلة كبيرة. أنا من بكرة الصبح رح أكون جاهز للي خطبك. سبق وعدتني بالحكي وتاني يوم غيرت رأيك. هديك المرة أنت اللي طلبتي مني، هالمرة أنا اللي عم أطلب منك. في فرق كبير. يا ريت أقدر صدقك. هديك
كثير غالي علي كثير. وانا ما كنت بفكر ارتبط بحدا نهائيا. انا عم اعمل هالشيء كرمالك لحتى اثبت لك اني انا متمسك فيكي. واذا غيرت رايك؟ ساعتها روح لعند كريم وقولي له كل شيء. وراح يعتبرك شاهد حق عام وما راح يقدر يحاسبك على شيء، منيح هيك؟ امبارح لما اجت كندا ورجتنا خاتم خطبتها على الاستاذ صافي غصيت وسالت حالي انا شو بفرق عن كندا؟ وكندا بشو احسن مني؟ وليش مطر متردد معي؟ والله العظيم الخطابين صافين على الدور وكل واحد فيهم مستني كلمه مني، بس انا ما بدي شي غيرك. ماني شايفه شي على وش الارض غيرك مطر. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طمني دكتور قديش راح أعيش؟ طمن راح تعيش كثير. الحمد لله. دخيلك إلا الإبر. وصف لي كل شيء إلا الإبر. تحاميل شراب باخذه كله بس الإبر لا. ها. ولا يهمك. الله معك. عليك العافية. الله معك، مع السلامة. هذا دواء قلت من ساعات حبي. وهذا حب الصبح وحب المساء. شكرا كثير دكتور، يعطيك العافية. يعطيك العافية. إذا حصل طارق اتصلوا فيني. أكيد، شكراً. يعطيك العافية. خاف من الإبر؟ والله اللي ما بيخاف بيكون جبان. أستاذ ليش ما بتتجوز وبتخلي مرتك ترتب لك البيت؟ سمعاني؟ بتغسل لك الغسيلات وبتمسح لك الأرض؟ سمعاني؟ اي والله يا جماعة كمان عيشة الواحد لحاله مانا منيحة، وخاصة إذا بيكون مريض، على القليل المرة بتعطيك الدواء، بتغطيك، بتدير بالها عليك. سمعتي؟ سمعت. اي وما قلتي لي شو رأيك؟ يلا يا صبايا. روفا. هون؟ ايه هون، نحن كلياتنا موجودين والمخرج موجود. ما قلت لي شو رأيك؟ امضي. جي مين قال الحكي؟ لا 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 مو صحيح، ما في اي مشكله، خليه يجيب لك كل العقود اللي بيقدر عليها. ايه 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 انا عم اقول لك انه بيومين بتنحل. اني وحده؟ لا لا هديك ماشي اكيد، لا تشغل بالك. خلص عمل لك اكيد ولا يهمك. طيب يا سيدي شكرا، شكرا لك، مع السلامة. ايه اه يلا تصبحوا على خير. وانت من اهل استاذ. الله معك استاذ. عنك.